اقوله كل مره ما اجيبش الكاب. ايه ده يا جدعان؟ بعد اذنكم نحترم بعض. بعد اذنكم السكه، بعد اذنكم للناس السكه، بعد اذنكم للناس. الملتزمين مش عارفين نشتغل على فكره. نعدي طيب، نعدي زي كده. اطلع يا كابتن. باذن حضرتك احنا كده هنضطر نطلع، احنا ملتزمين بكلام حضرتك وواقفين اهو. بص هم كل واحد يخش يقطع علينا. تعالى كده هنا، مش تعالى عدد اي حاجة. نظر علينا
لك يا فلول معانا انت قطعه معانا كده. بقول لك
الكاركتر بتاع برنامج ال عارف انت لو بقول لك يا كوتش لو اقنعتهم ان هم يقفوا كلهم هنا والله كله هيشتغل والله المفروض ده من نفسكم يعني انا بتعلم بحاول بحاول افهم ما ينفعش المنظر اللي محاصل نعدي الراجل ابو اسود ده بعد اذنكم يعني اخر واحد خلي الراجل ده هو اللي واقف نطلع فوق بعد اذنكم ما انا بتكلم وكل اللي انتوا بتصوروا